باش نوريكم حاجة من الحاجات اللي نعملهم في حياتي وهي أهم حاجة اللي أنا قرية أونجلي بس كنا نقرأ أونجلي دونك هذا يتربحني إكسبيريونس وعندي وليدات اليوم يعدي وغدوة أونجلي دونك باش نعاونهم شوية ما كنتش نفهم الأونجلي برشا بساعتها هي نوليو نفهمه مش أي واحد معناتها بستاري اللي يسمع نفهم وعزمي في الدنيا English is my whole life. I want to be an English teacher one day. And my hobbies are dance, shopping, drums. وهاني تو باش نوريكم كيفاش قاعده نتعلم على الباتري. مغرومه بالتمثيل برشا وان شاء الله نهار من نهارات نلقى فرصتي ومغرومه بالدانس زاده سبيسيالمون كالسلسا التانجو كل شيء ومغرومه بالجيمناستيك زاده ديجا قاعده نترين وكل و شوبينغ زاده شكون ما يحبش شوبينغ منى بنتي عاقله باهيه تقرع الروحة ناجحه من الاوائل نحبها برشا نتمنى لها كل خير مانيش خايفه ومستعده لكل شيء ديجا جاوا لي كريتيك وما قلقونيش خاطر كل واحد وكيفاه كل واحد ورايه واحد يغزر الطفله مزيانه واحد ما يغزرلهاش مزيانه وعادي معنا اذا وصلنا لميس تونيزي شاركنا فيها كل شيء سيك مستعدين لكل شيء فيها ميس فقس تحتاج برشا فوتوشوب ولا كيفي تبارك الله عليها خلقتك بتصور هاي ديما تحب تتصور ديما تجي تحب تعمل سيونس فوتو كل ما نقلق ولا حكاية نجي بحضر كوزان تاعي حمدي اللي هو فوتوغراف برو على الاخر يعطي الصحة يخرج لي تصور حلوين برشا اليوم ريتو معايا انا شنو نحب وشنو باش مغرومه وريتو معايا كيفاش نقري في تلامتي ونلعب على الباتري وان شاء الله باش تشوفوني في ليميسيون تاع كوتيديان في تونسنا ما تفدوش مني بركه وصوتوا لي ان شاء الله جميع اللي في صفاقس وحتى اللي في تونس ان شاء الله نعجبكم وصوتوا لي MT14